ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرة، لا تيأس فالخير بنا فطرة، الله استعمرنا والأرض غدا تشهد، فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا. مشروع البير الخيري، مشروع الحياة، صدقة جارية عن هدوب حسن أبو سمحة يافا الناصرة رحمه الله، جزاهم الله خير الجزاء ويبارك في أموالهم وأولادهم وذرياتهم ويسقاهم من نهر الكوثر، ويجعل الله هذا العمل الخيري في موازن حسناته. شكرا لكم يا أهل الخير.